فرانس دون أي معلومات رسمية بخصوص ملف 21 أبريل الحالي. هي تمديد سسبنس أكيد أن قلنا في 21 أبريل يتم دراسة ملف الجزائر، لكن لم يكن هناك معلومة أن الفيفا ستعلن عن القرار النهائي بعد دراسة الملف مباشرة. في النهاية قضية أيام، لا أعتقد أنه في خلفية من جانب الفيفا حتى تمدد السسبنس أو يعني نقول تلعب على عامل الوقت حتى ربما تعلن عدم تأهل الجزائر أو عدم إعادة المباراة. أعتقد أنه إجراء تنظيمي عادي للجنة الانضباط ليس في ساعة أو ساعتين يمكن دراسة والفصل في ملف شائك مثل هذا. أكيد هناك اعتقد اعاده معاينه او يعني تسجيل تاع لافار، ربما يشوفوا الاربيت تاع الجزائر محاوله التاكد من ان الاربيت قصر كان مالونات، لانه في الدوسي اللي كيتكلموا عليه ما كاش خطا تقني. باش نكونوا واضحين، لا يوجد خطا تقني، المباراه واضح. شفناها، لا يوجد حتى اليوم دليل قاطع بانه الاتحاد الكاميروني قام يعني قدم رشوه للحكم قصبه. هناك مجرد احاديث وهناك زوبعه على مواقع التواصل الاجتماعي. لا ادري كيف للجزائريين ان يصدقوا مجرد كلام من اشخاص اقول عاديين يدعون انهم يملكون معلومه من داخل الفيفا، الفيفا لا تملكها اصلا. هذه اشياء ولات غريبه. الناس تتبع في لي ريزو سوسيو، وأكيد شريحة كبيرة من الرأي العام الجزائري يرفض لغة المنطق ولغة العقل ولغة الوثائق التي تثبت أو تدعم موقف الجزائر أو تدعم الموقف الكاميروني. إلى غاية اليوم نبيل، إلى غاية اليوم لا أحد يمكنه أن يجزم بأن قصبة تلقى رشوة. ما يمكننا القول اليوم أنه أن أربيتراج مالونات، لكن هل يمكن للطرف الجزائري إقناع الفيفا من خلال إعادة معاينة عديد من اللقطات والاستعانة ربما أقول بتسجيلات حكام الفار، إن كان هؤلاء قد طلبوا من قسامة معاينة أو مراجعة بعض اللقطات ويكون قد رفض ذلك، ولو أن القانون يمنحه هذا الحق، لو تم إثبات ذلك أقول يعني الكونديسيونال يمكن أن نقول فيها وعليها. لكن لحد الساعة باش ما نغلطوش الرأي العام، القضية هي قضية شكوى من الطرف الجزائري ضد حكم ارتكب عدة أخطاء تقديرية، وهذه الأخطاء التقديرية في نظرنا كطرف جزائري دليل على أنه كان أربيتراج مالونات. في هذه الساعة يعني لازم نستناو لي كان جور لا فيفا راح تصدر قرار أكيد في حدود 15 يوم رفيق الماكسيموم، المدة الأقصى ما قلتش هذا اللي دي سومان تقدر تاخذ تريح شهر كمان كان جور يشوفوا يعاودوا ياخذوا قرار. لكن انا نبقى كاعلامي كصحفي نحترم المهنه تاعي، نتكلم بما هو موجود. انا حتى في الشارع كيتكلموا معاك بابيوتا صافي قبل ما ندخل الحساب بدي مينيت يقول لك، يجيك واحد يقول لك لافار صاحب لافار قالوا وصرحوا وانا سمعتها. مانيش قادر نفهم لا فيفا مازال ما سمعت بالك لوجيستيرم. وحنا هنا في الجزائر يسوقوا الاوهام الى درجه انه هناك من يطالبنا باتباعهم او تصديقهم او بلو جارغون يقول بوسي الحاله، شغل كانه احنا كي نتكلموا في اي كلام الفيفا ستاخذ عليه الكلام هو احنا ماذا بينا يتعاود الماتش ولكن الى حد الساعه البيان تاع لافيفا دو كومونيكي تاع لافاف يتكلموا يعني على اخطاء تقديريه ويدعون او يقولون ان الحكم قصبه ما كانش ما اداش مباراه في بطريقه نزيهه ونطالب باعادتها. هل ستقتنع الفيفا بمباراه الفاف؟ يجب ان ننتظر 15 يوم.